هلا من الحاجات اللي انا ملاحظها، انا راجل بحب اتابع باسكت من زمان يعني، بس النادي الاهلي كان بيمر عليه مراحل تحديدا على مستوى الرجال، يعني انه مراحل مش احسن حاجه، مش النادي الاهلي اللي هو معروف انه دايما في الصداره يعني. بس الاهلي على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات بقاله سنين ماشي بشكل ممتاز جدا، السنوات الاخيره تحديدا يعني ممتاز جدا. ايه اللي حصل في تطوير كره السله في النادي الاهلي؟ طبعا مجلس الاداره على طول شغال ان هو عايز يكسب وعايز يكمل، يبقى ان احنا نكسب على طول يعني. فالحمد لله هم على طول يعني شغالين، مدربين، لعيبه، صفقات على طول اون بوينت يعني، فده صح. طبعا مساعد قوي. لا وانتوا كمان بقى اصلا معاكم مدرب اسطوره اصلا طبعاً. يعني فكره ان يبقى معاكم كابتن طارق خيري مدرب، يعني انا وانا بلعب كره سله ومعايا كابتن طارق خيري مدربي، فخلاص انت اصلا معاكي اسطوره يعني. الصراحه يا كابتن طارق مشرف ومنور والف مليون مبروك. الله يبارك لك يا كابتن كريم، يعني اسطوره من اساطير كره السله المصريه وما شاء الله على الانجازات في النادي الاهلي. حبيبي ده من ذوقك، يعني فرحنا بقى. قول لنا يعني رايك في هذا الانجاز العظيم، وازاي وصلتوا لهذه المرحله انه يكون فريق السيدات دايما مكتسح في كره السله المصريه. حبيبي هو ده الانجاز، يتحسب للولاد اللي بذلت مجهود. احنا اداء، هم اللي بينفذوا، هم اللي مركزين، هم اللي عايزين، ده يتحسب ليهم هم. احنا بنخطط، انت عارف النادي الاهلي دايما عنده بلان طويل، ما عندوش حاجه اسمها مركز تاني لازم تحط تارجت للولاد. احنا بنقعد بكل شويه نفكرهم ايه المطلوب، البطوله الفلانيه ايه مطلوب منها، جيم يعني بناخد جيم، كل جيم لوحده على حده لحد ما توصل للمراحل النهائيه، يبدا الفوكس او التركيز يزيد. الولاد الحمد لله رب العالمين لحد اخر جيم اللي هو الحمد لله كسبناه مركزين وبشهاده الجميع هجوميا ودفاعيا، قلبهم على قلب بعض. الناس اللي كانت متخوفه ان يبقى في لعب فردي من كثره الناس اللي موجوده، بفضل الله الدنيا حلوه جماعيا. هم نفسهم قلبهم على قلب بعض عايزين يكسبوا. يعني في عوامل كتير احنا بنتربى فيها في النادي الاهلي، ان انت مفيش حاجه اسمها مركز تاني مركز اول وهل من مزيد وهكذا. صحيح. طيب كابتن اتفضل كابتن طارق، انا كنت لسه بسال هاله دلوقتي بقول لها انه لما يبقى فريق مكتسح لثمان سنوات متتاليه والتاسعه دي كمان ممكن يبقى عندك ثقه زياده، او انت بقى عارفه ان انت كده كده داخله البطوله تكسبيها، انت بتقول ايه للاعبات في البطولات اللي زي دي؟ ما هو كل واحده برضه هتحس ان انا كده كده هكسب، انا كده كده مستوانا كفريق ممكن يبقى افضل من كل اللي موجود، فاحنا كده كده هنكسب، وده اكيد بيرهقك جدا انك تتعامل معاهم معنويا ونفسيا قبل فنيا كمان. احنا بنحذر الكلام ده وبندي مواقف عمليه، يعني دايما انا بحبهم عارفين انا بجيب حاجه عمليه. مثلا ممكن الاعب فرقه متوسطه او اقل من المتوسطه بالنسبه لفرقتنا وتعمل شوط وحش، فدايما اجيب الشوط دوت اديهم بيه مثال ان انت ممكن الحلقه تبقى تقفل النهارده الدي اوف بتاعك، وارد ان انت لو كسلت او اتدلعت او استهترت ربنا ما يكرمكش. صحيح. دايما بديهم امثله عمليه، ودايما احنا عندنا تارجت، عندنا محاسبه. صحيح. انت هتخسر فلوس، هيتخصم منك فلوس، هتتحرم من بطوله، هتلاقي جمهور بيعنفك. يعني دايما في الميزه في النادي ان انت محطوط تحت ضغط ان انت ما تتدلعش، ان انت لا ممكن تخسر، رياضه. صحيح. بس تخسر وانت مقدل عليك. مظبوط. انما احنا دايما في تارجت احنا بنحطه، وخصوصا الحمد لله رب العالمين ان ربنا كرمني ده انا عندي نجوم كبار وكمان بيعرفوا يلموا. هايل. يعني هم عارفين عايزين ايه. هايل. دي بتفرق. طب كابتن طارق اللي جاي ايه ان شاء الله؟ البطوله الافريقيه وطموحاتكم فيها باذن الله. احنا لسه كل ده المحلي السنه دي. يعني عندنا يوم 9 ان شاء الله منطقه القاهره فاينل. هايل. السبت والثلاث في ماتش اللي بيحدد الثمانيه السوبر، هنلعب مع مدينه نصر، بعدها الدوري هيوقف، هنلعب من خلاله فاينل منطقه القاهره خمس ماتشات، وبعدين ندخل على دوري السوبر يوم 24/12. صحيح. طيب عظمه جدا. انا والكاس معاهم في النص. النهارده كان في مباراه الرجال كره السله، قمه كره السله المصريه، الاهلي والزمالك. راجعين في السكه اهو. سمعت النتيجه طبعا، ما شفتهاش المباراه. انا كنت هناك. كنت هناك. انا رجعت. رايك ايه النهارده؟ النهارده وانا بتفرج على المباراه حسيت بافضليه النادي الاهلي من الدقيقه الاولى، بس جه في الاخر النادي الاهلي والنتيجه قربت جدا مع نادي الزمالك، وكان كل الناس بتتكلم النهارده على الورق الاهلي يكسب، يعني جاهز اكتر، عنده لاعب محترف، امور كثيره جدا.
ايهاب امين مستواه النهارده كمان مش هو اللي احنا متعودين عليه يعني، النهارده الاهلي بشكل عام رايك فيه كان ايه؟ احنا بقالنا فتره من بعد البطوله العربيه عندنا حاله تنشنه دروب في المستويات من بعض اللعيبه، صحيح بيبداوا يظهروا واحد ورا الثاني. ايهاب امين المفروض ما كانش يشارك عشان الاصابه بالظبط، عنده مزق في السمانه. انا سالته بعد الجيم وجعه جدا. فهو هو مش فورما لانه بقى له بتاع اسبوعين راحه مفيش تمرين. احنا عندنا ده اللي بقوله دايما للبنات بقى، ممكن الحلقه تخونك. صح. النهارده نسبه الثلاثه بونت في الكوارتر الاولاني والثاني زيرو. صح. ما جبناش غير واحده او ما جبناش تقريبا. صح. نسبه الفاول شوتنج قليله جدا بعكس الكوارتر الثالث والرابع. ما جبناش كتير، جبنا اثنين اربع ثلاثات او ثلاثه بس كنا افضل من الاول والثاني. يعني هلا دايما عندك ايه؟ ان انت تحترم الخصم او مش متنشن زياده ولا ان انت عكسك في اي وقت. لان ممكن يحصل عدم توفيق، وده اللي حصل معانا النهارده. صحيح. انت ما بتجيبش سلالم او 3 بوينت او فاول شوتنج، فالجيم كان نوعا ما كلوز يعني. مظبوط. كابتن الكبير كابتن طارق خيري مدير الفني لفريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك طبعا على الفوز بهذه البطوله، بطوله المرتبط للسيدات كره السله.